نحن نعيش في العالم العربي، انتبه، احذر، انت هنا في العالم الإسلامي. وإيه معناها؟ معنى أنت في عالم المفارقات. إذا عشت بين العرب فأنت في عالم المفارقات، في عالم في قدر من الزيف فظيع يا إخواني، غير ممكن الاحتمال. اللغة العربية لغة عبقرية، تقول مسؤول، الشخص المسؤول. من ماذا أخذ هذا اللفظ، هذا العنوان؟ من السؤال. يعني الذي يتنفذ، الذي يأخذ مهم معين، يطلع بأعبائه أيها الإخوة، لابد أن يخضع لماذا؟ للسؤال مباشرة. كأن إيه؟ يعني لو بدنا نكون نظرية سياسية إسلامية، نظرية إدارية إسلامية، نظرية تربوية إسلامية أيها الإخوة، اللغة هنا تقطع لنا نصف المرحلة. تقول لك هذا، ما أنت بتقول مسؤول. إذا مسؤول مباشرة ما في نقاش، لابد من جهاز إيه؟ من وجود جهاز ماذا؟ رقابة ومتابعة ومحاسبة. ما في كلام، ما تناقش في المسألة هذه، اللغة تقول هذا، لغتك تقول هذا. لكن في العالم الإسلامي بالذات، سبحان الله، المسؤول بالذات هو الذي لا يسأل. أنا وأنت نسأل، والله العظيم، ونسأل عن تقصيرات وعن فشل وعن كوارث المسؤولين، بدمر كل شيء والشعب بصير مسؤول وبدفع الثمن ويلام، بس المسؤول لا يسأل، المسؤول بالذات لا يسأل. وإحنا بنقول، لما نقول كلمة مسؤول يتبادر إلينا عاطفياً هكذا مباشرة أنه فوق ماذا؟ فوق المسألة. طب كيف مسؤول ولا يسأل؟ فلماذا سمي مسؤولاً؟ طبيعي جداً، أنت تعيش في عالم المسلمين، عالم الكذب، عالم المفارقات، عالم النفاق، وهكذا، عالم الفصام، شيزوفرينيا، نحن مفصومون على جميع المستويات، عالم المفارقات، عالم سوريالي، عالم سوريالي فعلاً، غير معقول، عبثي، لسه لم يعتدل أمره أبداً، واضح أنه لم يتبين رشده، بتخبط قاعد، يتخبط هذا العالم المسكين. فهؤلاء مسؤولون أيضاً عن هذه القلة القليلة، الشريحة الضيقة الرفيعة غير الثخينة، مسؤولون العلماء، وكما قلت في خطبة سابقة، حتى الآباء والأمهات. كارثة أن يخرج ابنك ويلتحق بإحدى هذه الجماعات المجنونة، أين كنت أنت؟ كأنه يعني إيه، من بطن الغيب فجأة ابنه هيك طلع إيه؟ داعشي، طلع مجنون يقطع الرؤوس. لا يا حبيبي، ابنك هذا 10 سنوات وهو يرتاد كما قلت مرة مساجد مشبوهة موبوءة، أنت عارفهم موبوءون. أنت تعرف أن هذه المساجد تعلم الناس فقط الكره، كيف يكره الآخرين، كيف يلعن الآخرين، كيف يشكك في الآخرين، كيف يعادي الآخرين، كل الآخرين بما فيهم الآخرون المليون من نفس الدين والملة. لا 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 لا، كيف يحتقر، يستخف، يسخف الآخرين، خطاب فظيع لعين. أنت تعلم أن ابنك يرتاد هذه الأوكار، لماذا لم تمنعه؟ لماذا لم تنصح له؟ لماذا لم تتابعه؟ لماذا لم تعاقبه؟ ماذا كنت تفعل؟ إيه، بتلعب لي في المريه الفشتراسي، يمكن ما بعرف إيه، ما بعرف بتلعبيش أنت قاعد، ويمكن بتمارس شهوات كمان، يعني غريبة عجيبة، يعني إيه في سنك هذا وتارك أولادك، بعدين فجأة تفاجأ أن ابنك طلع تكفيري داعش ومجرم مجنون، وقد تفقده، قد تفقده. ومش هذه الكارثة، الكارثة سؤال مصيره يوم القيامة عند الله، إذا تورط في قتل الناس، قتل أبرياء، نفوس معصومة، راح ابنك، خسر الدنيا والآخرة، أنت مسؤول كمان، تماماً على قدم سواء، مثل أمه، مثل أخيه الأكبر، مثل إمام المسجد الذي سممه وسمم روحه وعقله بهذه الأفكار الملعونة التي لا علاقة لها بدين الله الحق، بدين الرحمة، بدين الرب العادل، لا إله إلا هو. نعود إلى ما كنا فيه إذن أيها الإخوة، فالآية تتحدث عن ماذا؟ عن خلط، عن مزج، وليس عن شوب، ليس عن شوب، مزج، والعياذ بالله.